احنا النهاردة هناخدكم في جولة جميلة جدا في مصنع بينتج جميع معدات الخبز. هنشوف كل المراحل وكل الادوات والمكن لحد ما بيطلع في الاخر منتج الخبز بتاعنا. اهم حاجة على فكرة في المصنع ده ان هو بايد عمالة مصرية وفي كمان ايد عمالة مشتركة سورية بتخش في تصنيع هذه الالات او المعدات عشان توصل في الاخر المنتج النهائي الخبز اللي احنا بناكله. هنتكلم دلوقتي عن اول مرحلة انتاج الخبز اللبناني وبتبتدي طبعا بالعجان. دي اول مرحلة في مراحل انتاج الخبز اللبناني وهي بتكون العجانة وبتتوفر بعدة مقاسات. بيكون في منها بتبدا ب 50 كيلو وفي 100 كيلو واللي قدامكم دي 150 كيلو. طب قول لي بقى طريقه تشغيلها. بيتحط فيها مكونات العجين ودي بيكون فيها طبعا الخبير او المسؤول عن المخبز بيكون عنده خبره كبيره في العجين فبيحط المكونات اللي هي بتكون دقيق وملح وسكر وخميره وميه بنسب طبعا متفاوته عشان تتم عمليه العجن قبل ما ننقلها لاول مرحله في الخط اللي هي مرحله التقطيع. ده كده بقى اللي هو النوع الثاني العجانه المتحركه. العجانه المتحركه بتخليك تستغنى عن مرحله نقل العجين من بعد عمليه العجن. المفروض العجين بتحطه في حته ليه عشان خاطر ياخد فتره زمنيه انه يريح. تمام. انت ممكن تسحب الحله زي كده تسحبها وتخليه يريح فيها بعد كده تحط الحله الثانيه عشان خاطر تختصر في الوقت. يعني كده باختصار المتحركه دي ميزتها ان هي الحله دي بعد ما تعجن بالمكونات بتاعتها بتتسحب تتحط على جنب يتريح فيها العجين وبعد كده يخش بدلها حله ثانيه يتعجن فيها عشان سرعه الخبز. دي بقى المرحله الثانيه بعد العجانه اللي احنا شفناها. الجهاز ده ايه بقى؟ دي القطاعه. بعد عمليه العجن بيتم نقل العجين لادوس التقطيع. هنا بيتحط العجين هنا. بيتحط العجين هنا. تمام. بعد كده بنبدا نقطع على حسب الوزن اللي احنا هنشتغل عليه. تمام. فين بقى هنا الميزان او هنا ده كفر حمايه عشان خاطر سلامه العامل ففي سكينه هنا ده بيكون حمايه ليه مجرد رفعه وبيخلي المكنه تبص. وبيظبط بقى الميزان ازاي؟ بيظبط الميزان من هنا بتقرب وبعد لحد ما توصل لقطعه العجين اللي انت عايز الوزن 70 جرام مثلا 80 جرام 80 جرام مجرد ما تثبت معاك بعد ما توزنها بتثبت الحساس. هو الميزان بيتحط هنا في مكان بعد ما تتقطع كره العجين توزنها عشان تثبت الوزن بتاعك. حلو قوي. وبعد كده احطها تاخد المقاس بقى لاي عجينه تانية نازله تبقى نفس المقاس. هتبقى نفس المقاس او نفس الوزن بمعنى اصح. على الوزن اللي انت عايزه. وبعد كده بتعدي من هنا كده بقى كده العجين بيعدي بتخش من هنا. ايوه تمام. دول نسمات مرشات للدقيق عشان خاطر العجين ما يلزقش في السيوف. تمام. وهنا في نظام قلب اللي هي تاخد الوش والظهر. هنا هو كده ايوه تمام. وتخرج تنتقل لمرحله المخمر الاولي اللي هو بتخرج من هنا بعد كده العجينة بتخرج من هنا. دي كده بقى اللي هي المرحلة الثالثة اللي بتسموها المخمر الأولي. مظبوط. المخمر الأولي وظيفته إن هو بعد تقطيع كرات العجين في القطاعة في المرحلة السابقة بيدخل العجين في المخمر الأولي بيمشي على خمس طبقات. الخمس طبقات دول بيكون ليهم توقيت زمني محدد وظيفتهم إن هم بيخمروا العجين تخميرة أولية قبل دخوله على الفرادة اللي هي الفرادة. أيوة بالظبط كده. دي كده الطبقات بتاعتها. دي الطبقات بتاعتها. بعد العجين بقى ما بيخرج من المرحله اللي هي بتاعه المخمر الاولي اللي هي الخمس سيور بيخش هنا صح كده. بيدخل على الفراده. الفراده بتتكون من جزئين. اول جزء ده بيفرد لك كره العجين بيديها فرده طوليه. تمام. بعد كده بيواصل سيره على الماكينه لحد ما الحساس هنا يشوفه يبتدي يعكس الاتجاه ويدخل للمرحله دي عشان ياخد الفرده القطريه اللي هي شكل الرغيف النهائي قبل دخوله على المخمر النهائي. طيب بعد الفراده دي بقى ايه المرحله اللي بعد كده؟ المرحله اللي بعد كده بيكون الفراده وظيفتها ان هي تديك القطر او شكل الرغيف النهائي بيخش على المخمر النهائي قبل عمليه الخبز. المخمر النهائي بيبقى شكله ايه بقى؟ بيكون نفس المخمر الاولي بس مكون من 15 طبقه بيمشي عليها الرغيف برضه بوقت زمني محدد قبل ما يدخل على بيت النار لمرحله التسويه النهائيه. يعني المخمر النهائي ده بيبقى عباره عن 15 سير. 15 سير فوق بعض. ناقص كده نشوف بقى اللي هو ايه بيت النار بعد كده. بيت النار بعد المخمر النهائي وبعد كده سيور التبريد. يلا بينا نشوف بيت النار. هو ده كده بقى بيت النار صح كده؟ مظبوط. بعد مرحله المخمر النهائي بيدخل الرغيف على بيت النار عشان خاطر مرحله التسويه. بيبتدي يدخل من هنا ويخرج من الناحيه الثانيه يتابع سيره على سيور التبريد. هو ده كده بيت النار اهو زي ما احنا شايفين كل ده. وبيخرج من هنا وبيكون في سيور التبريد متوصله في المكان بتكون محطوطه طبعا في السقف او على الارض على حسب اللوكيشن اللي احنا بنركب فيه الخط الانتاج وبتنزل بينزل لك العيش بعد عمليه التبريد عند منطقه التغليف والتعبئه. تعالوا اوريكم بقى المنتج في النهايه هيطلع ازاي بعد كل المكن اللي احنا شفناه. هوريكم الخبز في الاخر هيطلع ازاي.